شو جايبك؟ لك ليش تارك الزباين والصالون؟ أنا بفرجيكي. ما بيصير معي شيء، هدول جيراننا واجب نشق عليهم. فظيعة، ما عرفتك أنا، يعني طلعتي صاحبة واجب ما شاء الله. يا جماعة جيتكن على راسي من فوق، بس ما فيني أوعدكن بشي. شو عم تحكي لك أبو يزن؟ هاد ابنك ابنك، يعني بتمون عليه حضرتك. يعني شو ساوي؟ أضربه أكتر ما هو مضروب. والله يا أستاذ أنا ما كنت بدي أحكي، بس هلأ أنتو حتحرجوني. تفضلي تفضلي تفضلي. ابني لو ضارب العالم لكنت وقفت مع العالم ضد ابني، بس ابني اللي انضرب. ابني يا جماعة خلوه يسحب الأول وبعدين بيحل الحلة. يزون يزون حبيب حبيب. دكتور بدي أسألك، بيعيش؟ عفوا مطول ليصحى؟ قال الله. يا رجل عاس وكذاب. وأنا نفس إحساسك. خير في شيء؟ لا لا أبدا أبدا. بدي ولو ليش عم بتدشيني عم بتعملي معي بقسوة؟ بقسوة ما؟ لأنه فجأة من قلب الدنيا صرت تحبيه لجارنا يزن، وعلى سري مري ومعطلتي لي الشغل. أساسا أنا ما بكره حدا. وين هبة؟ كانت معي؟ ليش تارك البنت برا؟ بسم الله الرحمن الرحيم ما تركتها. وين كنتي يلا السلامة؟ كنا عم نشق على جارنا يزن. طيب مو أنا جوزك ومن حق يكون معك؟ إيه الشغلة صارت فجأة، إجا الأستاذ سلام وأحرجنا. يعني شو؟ إذا الأستاذ سلام أحرجك، طيب اتصلي فيه وأحرجيني أنا كمان. المرة الجاية عبد اللطيف معلش تروح هلا؟ لوين بدي روح؟ روح شق على الزلمة مثلا. إذا بدك الجد لازم زور هذا اللي ضربه وبوسه من بين عيونه وأخذ له أحلى هدية على العمل المنيحة اللي عملها. يا عمي روح وين ما بدك، حل عني بعدين طعمي هبة، وراي شغل أنا. والله معك حق يا ست أنسام، حضرتك كتير عم تتعبي. يلا بابا نروح ناكل يلا. وانتي وليه؟ يلا روحي اعملي لك مشطة للصالون قبل ما يجيكي حدا بسرعة. حاضر مدام. لك شو هالخبرية الحلوة هي؟ الحمد لله الحمد لله يا عبدي. بس في مشكلة صغيرة. شو هي؟ لك احكي شبك؟ فاقد ذاكرته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. راح الولد. يزن حاكيني يا عين الماما. لك على مهلك عليه، روحتي للولد. تركني، أصلا كله من رخاوتك. رخاوتي؟ إيه خليتهم يستوطوا حيط الولد ويضربوه، بالظاهر الطيبة ما بتنفع مع الناس. يب يب يب. آه 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 يا 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 با. سلامتك. إيدك إيدك عني. مرحبا يا أنسة. أهلين. شكرا لأنك عم تلحمسي على إيدي. معك سيجارة؟ هلا بعطيك واحدة. لا ليش انت بتدخني؟ والله من ورا جوزي رح اصير اتعاطى. يبعت له حمى لجوزك، الله يكون بعونك. يبعت لي حمى، الولد اتعلم الدخان بالغيبوبة. مين انت؟ معلش يا حبيبتي هلا بنسى شو طلب منك. شو نسيتي انه فاقد ذاكرته؟ خرسي اذا سمحتي. شو هالكتلة الغريبة هاي؟ شو بدها؟